اشتغلت اول بداياتي ب 2002 اشتغلت تسجيلات بيع كاسيت اي كاسيتات. وضح وضح محمد، اي انا ما ندك لا لا تسجيلات، بس الناس ما تعرف شو تسجيلات التسجيلات. اسمها المستقبل، بيع كاسيتات. اي خلص دوام مدرسه بالوحده، من الوحده للعشره بالليل، اي ظليت على الحطه تقريبا سنه. 2003 طلعت. قد ينطوك اجور؟ 2000 دينار كان يعني شيء. وهي لك بجيبك ولا تطل للحجه للحجي؟ لا الي ما ياخذون مني شيء. اه ما ياخذون. اي ما ياخذ مني. بس يبدون يعلموك انت شلون. والدي شجعني، الله كان يشجعني انه اشتغل، بس ما ياخذ مني، هو يعطيني بس يقول لي اشتغل. بعدين رحنا سوريا. ظليت بسوريا، طولت تقريبا 5 سنين او 6. هنا بسوريا صارت المعاناه. نفس نحن الشباب اللي كنا ببغداد طلعنا سوريا، اللي بيدرس واللي طلب يو ان واللي كل المجموعه كنا قاعدين بشقه واحده، قاعدين بشقه كل واحده كل الفريق؟ اي زين المدرب يعني تقريبا لا 14 واحد بشقه، غرفه وصاله. الله. ننام شفتين يعني، نص نص جماعه الليل ينامون الصبح، والطلاب ينامون بالليل ويروحون الصبح للدوام. الله.